أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما. أعزائي الأفاضل المتتبعية عشاق السيدة جميلة، نهاركم طيب إن شاء الله، نهاركم مبروك، يوم سعيد للجميع إن شاء الله. بون جورني بون ماتيني بور تو لي جون كي مو سوي، جيسبر كو فوز ات توس ان بون سانتي إن شاء الله هي بارفي. الزول ذا مقران في اللون ثم يسمى يتبع عنا كين واحد طرع عمضي ما تاخد مغذيتي كيما راكم تشوفوني. فينالمو جي فيني مون ترافاي بينيبل، الخدمة تاعي الصعبة، المشروع اللي كنت نهضر لكم عليه مون بروجي بخاسكي فا فينيغ ان شاء الله. كوم فو مو فاي اوجوردوي سي اون جورني دي بلانت. اليوم ان شاء الله اليوم نتاعي المشروع كملت، واخيرا كملت هذوك الاطربه. زمان شهرين وانا نهز الاكياس، شهرين وانا نهز رفضاك الشهر نتاع بير الشهر نشالنا. الحمد لله الحمد لله، وانتهى التراب ها كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله السادس نزوت ان شاء الله يوم الغرس، ربي تخضر دنيتكم ان شاء الله. اوكل اوكل سي اون جورني دو بلونتي، اون فا بلونتي كالكوز اربر ان شاء الله كيما راكم تشوفوني. بسم الله بسم الله بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه اللي راكم تشوفوها هذه شجرة الرند، هذه نهار دارت خولة تاعي مسكينة، هذاك السيروم اللي هو غالي بزاف قلت لكم عليه ربي شافيها، جابت معاها شجرة خضراء كنت صورتها في الفيديو اللي فات. الشجرة هذه والله اول ما راح نغرس الزيتونه الاخرى سميتها حنان على المرحومه الله يرحمها، وهذه شجره تاع خوله. قرر خويا عمار مزيلي، خويا عمار اللي يمشي معايا على كل حال، خويا عمار هو غالي عليا بزاف، وهو ذراعي اليمين، وهو عينيا اللي نشوف بهم الطريق. تحيه كبيره ليه، وتحيه كبيره للعائله تاعو، وكل شيء مبروك على بنته، خاطر زف بنته في الويكاند هذا. تزوجت، ربي ان شاء الله يكسر قلت العسل بينها وبين الزوج تاعها ان شاء الله، وربي طواهم لبعضهم ان شاء الله، ربي يسعدهم ويهنيهم. والعقوبه ان شاء الله للي بقاو خواتاتها، العقوبه ان شاء الله لاختها ان شاء الله مريضه ربي شافيها ويعافيها ونفرحوا بها ان شاء الله، والعقوبه لخوها على كل حال غالي عليا بزاف نزيد نفرحوا به. تحيه كبيره لخويا عمار، هو اللي قايم بالمسؤوليه يا خوتي، هو اللي يمشي لدزاير بروزا، هو ضرب كم من سنه هو يمشي بخوله، مالا ما يكون غير خاطرك خويا عمار. انت هذه الشجره هذه خوله يسموها صفاء، يسموها خوله يا سيدي، نزيدوا لها لو ثوازيام نو اسابيل خوله اي صفاء. اجوردي اون فا لابلي راندا، c'est une idée de mon frère Ammar Zili. Il a décidé de l'appeler Randa. ها هي الشجره كيما راكم تشوفوها. اليوم نغرسو رندا باش تولي ان شاء الله تبرى من المرض تاعها، وتولي جديده وتولي خضره وتزيان حياتها، ونفرحوا بها عروسه ان شاء الله يا رب العالمين. بسم الله توكلنا على الله، نغرسوها يا ربي. ما مشي نقارن شني رباض يعمر وراض يثمر، نقول له ربي يعمر ويثمر ان شاء الله يا رب العالمين. بالك بزاف ناس راح ينتفعوا من شجرة الرند هذه، خاطر تصلح دواء وتصلح في المراقي بزاف بزاف، مرقات نطيبوا بالرند نطيبوا به ودواء وكلش. ها نبداو ندوقوا شوية السماد نتاعنا هو الغبار. بسم الله نحطوا شوية السماد نتاعنا كيما راكم تشوفوني. الشجرة هذه مباركة، الشجرة المباركة إن شاء الله. هذا السماد هذا نزيدو فوق الماء، ومن بعد نقطع هذاك النيلون تاع الشجرة. جات واجدة بسم الله، اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء الصالحين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم عليه السلام. آمين. وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك أنت حميد مجيد. بسم الله بسم الله، نبداو الشجره كيما راكم تشوفوني نحيها من التراب تاعها اصلا،
نجيبها كيما كانت مشريه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله نغرس بنتي رندا صاي ولا ترندا ما يكون غير خاطرك خويا عمار. الله يحفظ خويا عمار ربي يخليهولي ربي يطول في عمره ربي يخليهولي ربي يعطيه ما يتمنى ان شاء الله ربي يصلح اموره يصلح احوال بنته ان شاء الله والعقوبه اللي بقاوله ان شاء الله. كيما راكم تشوفوني حطيتها خضره شابه الله يبارك الله يبارك الله يبارك. ونحنا شويه لا الساعه وجدنا شويه السماد اللي هو الغبار نسقيولها كيما هكا ونتوكلوا على رب العالمين ونبداو نغطيو عليها. لكن واحد راه بسم الله راح نغطي راح ندفن المرض نتاع خوله تاع رندا. خلاص خلاص درك بنتي برات باذن الله تعالى يا ربي يا ربي ندفن المرض تاع خوله كيما غطيت درك على الشجر هكا ان شاء الله نغطي المرض وتنبت الحيويه وينبت النجاح وتنبت الصحه وينبت الامل. ليسبوار توجور يا ليسبوار كو ما في فا غيرير ان شاء الله ما في خوله كون ابلي رندا بوغ سات اربغ. الشجره هذه نتاعي راح تتفرجوها في لي فيديو فوزالي فوار لي فيديو دو سات اربغ ايتاب باغ ايتاب كومون ايفا غوفونيغ راح تولي كيفاه دوجا نهضر بالروميه كيفاه راح ترجع الشجره هذه رندا راح تولي زي خلاف. واخيرا واخيرا اخذ دوجا تحت شويه من التراب ريحت شويه الصراحه غسق شالنا بن عميها من بعدها ومن بعد نديروا لها الحوض نخليوها تشرب مليح الساعه بعد نديروا لها الحوض. اليوم يوم الغرس خويلة راهي تشوف من هي رندا برك حتى هي راهي تطلع البالكونه ان شاء الله. يا بنتي يا بنتي اللهم اشفي بنتي اللهم اشفي جميع المرضى يا رب العالمين اللهم يا ربي انك انت الشافي وانت العافي اللهم وفق ولاة امورنا الى ما فيه خير وصلاح البلاد والعباد اللهم وفق اطباءنا ان شاء الله على اشفاء مرضاهم امين امين يا رب العالمين. بسم الله ونفوتوا للمرحلة الثانية نتاع الغرس اون فا باسي بوغ لا دوزيام فوا نتاع لي بلونت نتاعنا. ها المرحلة الثانية كيما راكم تشوفوا عندي أربع شجرات. الشجرات هذو غاليين عليا بزاف بزاف والله كاسكو جي ديسيدي دو فيغ كات بلونت هكا خديجة كات بلونت جو في لي زابلي راح نسميهم الربع شجرات هذو عندهم اسامي ربي يجعل لي فيهم القسم ربي يفلحوا ان شاء الله وربي يخضاروا الدنيا واخره الشجرات هذو وربي تخضار حياتهم راهم بالاسامي يا خوتي وصحابات الشجرات راهم على بالهم بسم الله ما شاء الله عليهم. هذه مريم في الامارات وهذه مريم من ام البواقي وهذه سامية كذلك في بيتنا وهذه الحبيبة هذه ثاني أمينة من قسنطينة هما راهم على بالهم تحية كبيرة لهم. حبيباتي غالياتي الفضليات والله ما قدرت بواش نعبره ما قدرت واش نقول. أحبائي أعزائي اسمحوا لي اللي راني نبكي هكا اسمحوا لي طال تعرفوا السيده جميله ريغوليغمون على العام تعرفوها بالابتسامه نتاعها بالضحك نتاعها بصح يعلم الله ماذا وراء تلك الابتسامه غير بالعالمين سبحانه اللي يعلم واش كاين وراء الابتسامه تاع السيده. والله يا خوتي والله اقسم واقسم واقسم لو شرحوني الاطباء يعلم ربي بالعلم تاعو لو كان يحلوني الاطباء يشرحوني بالك يلقاو الجوف هذا مدود خلاص اكرمكم الله غير ربي اللي يعلم واش كاين هنا في الاحشاء
واش كاين في الضمير تاع بنادم. ولكن على واش سميت هاد الاشجار تاعي بهاد الاسامي، على بالهم البنات هادو اللي سميت عليهم الاشجار. غالياتي حبيباتي، راكم هنا، راكم في القلب وراكم في الكبدة. تحياتي ليكم، ألف تحية. الشي اللي بكاني ما قدرتش بواش نرد الخير تاعكم، ما قدرتش بواش نرد الجميل نتاعكم، نردو بالدموع والتعبير هذا ما كان. لعل تلك الدمعة التي بكيتها، هذه الدمعة هذه بلك جات من القلب، من القلب جات من الضمير. بلك الدمعة خلاص، الدمعة راهي عبرت بلا ما نعبر أنا، بلا ما نعبر. دموع نتاعي، الله اكبر الله اكبر. هذو الاشجار، هذو لي بلونت، الشي اللي داروه ما قدرش واحد يديرو، واحد ما قدر يدير الشي اللي داروه هذو. وما ننساكش حبيبه صبري، يا صبري انت، نهار نشريك حتى انت، نهار نجيبك حتى انت في بيدونا كيما هكا نولي نضحك. ما تغضبيش عليا بنتي صابرين، ان شاء الله نعاود نغرسك غرس ما صراش. تحيه كبيره لصابرين في الجزائر، وتحيه كبيره لفاميلتك اينما كانت. الله يخليك بنتي، الله يبارك في ذريتك ان شاء الله، الله يصلح امورك، الله يحميك من كل شر. مي فوغ بيزو، او جاي دورك يا حبيبه. كيما راكم تشوفوا نبدا ندير السماء العنبات نتاعي، باش يكون في علمكم. العنبه قبل ما نغسلوها نديروا لها السماء تاع الدجاج، خاطر تفلح مليح مليح كي تلقى الغبار تاع الدجاج. السماء من بعد نحطوها كيما راكم تشوفوها، ونزيدوا الماء. توكلوا على ربي ان شاء الله. نبداو نحيها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، ربي اصلح اموري يا رب العالمين، اصلح لي عنباتي، ربي اصلح اموره. هؤلاء البنات عنباتي، هما بناتي اللي سميت عليهم العنبات، ربي يصلح امورهم ان شاء الله، ربي يخلي دنيتهم خضره ان شاء الله، ويلقاوها قدامهم خضره عند ربي ان شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله. كيما راكم تشوفوني درك نغطي كل شر، وجاي الخير ان شاء الله. حبيباتي شحال نحبكم، العنبات هذو عزاز عليا بزاف بزاف بزاف، غير ربي اللي راه عالم بنيتي وبشي اللي راني نقولو. بسم الله، كيما راكم تشوفوني هذو كملتهم حتى نفوت عند الاخرين. بعد ما زدت وجدت الزوج اخرين اللي بقاو بناتي الثانيات اللي بقاو لي، هاني وجدت لهم، درت السماد نتاع الدجاج كي العاده، ونبدا نحي النبته نتاعي. بسم الله نحطها هنا هكا. يا خديجة هذه التراب نتاعها وتفتت لي شوية، ولكن لازم نحفظوا لها على التراب اللي موالفة به باش تفلح ان شاء الله. بسم الله نجيب لها التراب اللي موالفة به حتى تتأقلم بالعقل، بالعقل توالف بالتراب الجديد نتاع السيدة. بعد التعب يا خوتي تأتي الراحة، وبعد الأحزان تأتي الأفراح ان شاء الله، وبعد المرض يأتي الشفاء إن شاء الله. نغطيو كل شر، وجاي الخير بإذن الله تعالى. يا رب العالمين أصلح أمورنا يا مولانا. زيدي لي خديجة الرابعة. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله بسم الله بسم الله. بنتي الرابعة شحال راني فرحانة اليوم بالغرس نتاعي، ما تصورونيش. بسم الله بسم الله، فرحت بالعمل اللي درت خلاص. أنا يا ديما نتقنع بتحبي خدمتي تقر، أنا الخدمة اللي نديرها أي عمل نقوم به نحبو باش نجحوا. أعزائي أبنائي الناس اللي تبعوني الناس اللي يحبوني، باش نجحوا في حياتكم أي حاجة أي عمل تقوموا به حبوه. كي تحبوا هذاك العمل تفلحوا فيه
وتنجحوا فيه ان شاء الله، وتخضر حياتكم وكل شيء يكون لاباس. اللهم صل على النبي. خديجه هكاك هاي بقاي واقفه يا بنتي، ما تطيحيش، بقاو واقفات وبقاو زينات وبقاو خضروات او خضريات. واش الناس كيفاه راح نعبر؟ انا اليوم بزاف فرحانه. على واش فرحانه؟ المشروع نتاعي الحمد لله الحمد لله، شهرين وانا نجري بالشكاير تاع التراب كيما العابد كيما لي زيسكلاف، شهرين وانا نجري. ودوكا قبل ما نفترقوا انا احبائي حبيباتي اعزائي، نزيد نخليكم على وقع الهياء الشديد. برك يجي لاتاي هكا خدوش، برك ديري لاتاي باش يتنحى العياء تاع الخدمه. برك قبل ما نفترق انا واحبائي اعزائي نحبكم بزاف، تحيه كبيره للشعب الغالي اللي كلا عندي في غوفي. في الويكاند هذا خدمت في الغوفي، ام جاوني بزاف ناس. تحياتي لكم سادتي سادتي الافاضل وسيداتي الفضليات وبناتي الحبيبات. سليمه في الجزائر، سليمه سليمه سليمه، قلت لك شحال راكي زينه سليمه. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انا بناتي زينات الله يبارك. تحيه كبيره لكم ناس الجزائر اينما كانوا، راكم بزاف عزاز عليا وكليتوا عندي، وكاين اللي خلى لي الصرف. تبارك الله فيكم وفي اموالكم وفي صحتكم وفي اولادكم ان شاء الله، نخليكم في رعايه الله وحفظه. ما زالت لي الشجره العزيزه الغاليه عليا هي روزا. على كل حال روزا على بالكم البلاصه تاعها كبيره، والبلاصه اللي راح نغرس فيها روزا راهي في مكان اخر ان شاء الله. على وقع هذه الأخضرية أترككم في رعاية الله وحفظه، حماكم الله من كل شر إن شاء الله، واللهم ارزقكم الأخضرية يوم القيامة. اللهم اجعلكم يا أحبائي يا أعزائي صاحبات هذو العنبات هذو، صاحبات الأشجار هذو، إن شاء الله تتمتعوا في ظلهم يوم القيامة ببركة أعمالكن الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.